ممكن ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ أخبارنا مساء الخير. طيبين تمام، مساء السلام معكم الشيخ محمد أحمد من شبكة مقالة في جيبكم في جديد، ورجعنا لكم اليوم، رجعنا من جديد بعد غياب تقريبا حوالي 5 شهور عن اليوتيوب كامل. وش اللي صار؟ وش قطعت في القطعة دي كلها كاملة؟ حصلت لي ظروف جدا صعبة، ظروف جدا صعبة. منها كان في شهر واحد كان عندي 3 حالات وفاة، طبعا هذا أول هدف تعرفون. الزبدة ماشي معي، تني راجع من زمان ما لعبت سوني، يد حتى يدي ماني عارف كم سكريبت من زمان ما لعبت سوني. طبعا كان عندي شهر واحد 3 حالات وفاة، منها اخر حالة وفاة اللي هو وفاة المرحوم القاتل الله يرحمها. بعدها قطعت سنة كامل يوتيوب، حتى من قبل انا قاطع عشان يوتيوب، فكان ما كان لي وقت ابدا اني ارجع، غير كذا ظروف الدوام وقلق واشياء. وكان ودي اني انزل لكم عيدية، كان ودي اني انزل لكم ثانية بشهر رمضان بعد، بس ما امداني اني انزل اي شيء او اني اسوي اي شيء. فكان الوقت جدا محصور فيه، دوام وقلق، الله لا يوريكم يعني. يعني وضع كان ماشي، وضع ما ينفع. فصعبت علي المهمة اني ارجع انزل مقطع او اني ارجع يوتيوب، مرة ثانية. لكن بعد تفكير، بعد شوية حركات زي كذا، قلت يلا خلينا نرجع يوتيوب بما ان يعني ما عندي شيء، خليني اسجل الحين. وهذا تقريبا اول مقطع لرجع عشان كيف فاوة حقتي رجعت الكرة على الموضوع. على العموم من زمان ما لعبت سوني تقريبا، ووضع يعني وضع ماشي يعني، اعذروني اول مباراة من بعد الرجعة وزي كذا يعني. ان شاء الله المباراة الجاية في سلاسل جديدة راح ان شاء الله نقدمها لكم. طبعا في ناس من قبل طلبوني اشياء المفروض ننزلها، اللي هي شغف مدرج بندر عندكم، سلسلة جراند هي. طبعا هذه كلها راح ترجع، طبعا هذه كلها بالثري، ما في شيء بينها من فوق، طبعا كلها راح ترجع ان شاء الله. بالنسبة لفيفا راح نوقف كل شيء، يعني ما راح يكون في تفتيح باكجات ولا راح يكون في اي شيء، لان خلاص فيفا 16 تقريبا باقي لها شهر ونص وتنزل ان شاء الله، يعني كل شيء ان شاء الله محضره فيفا 16. الالعاب الثانية غيرها، في جراند الاخير، في عندكم زومبي ارمي، في دينج لانج اتوقع اسمه كذا هو، ما ادري كيف اسمها. في عندكم اللعبة اللي احبها مرة يوغيو، راح انزل عنها سلسلات زي كذا، يعني راح يكون في اشياء جديدة للقناة. بالنسبة لشغل مدرسة لندن وجراند ان شاء الله راح انسق اوقات اني اسجل فيها. كل اللي احتاجه بس اني بشتري يد الفري عشان ارجع ثاني مرة اسجلها. ونشوف ايش الاخطاء اللي في المقاطع كانت قديمة ونعدلها في المقاطع الجديدة. ادمنشترجين مش بعد. بالنسبة للزومبي ارمي ودينجلينج اتوقع اسمه كذا ما ادري، راح يكون في يعني كم جيم كذا منها، نحمس المتابع اذا في متابعين يحبون الزومبي. منها ننتظر بلاك اوبس الجديد، يعني بلاك اوبس الجديد الزومبي فيه الحالة راح يكفي يوفي، نشوف نوصل يمكن في ذي المرة الراوندات عالية، مع اني وصلت راوندات عالية في الأجزاء القديمة، لكن لا ذي المرة ذي اني بتحدي بداية الجزء الجديد، نشوف نقدر نوصل راوندات عالية ولا لا. أما بالنسبة لـ 16 راح يكون فيه كل شيء، راح نسوي فيه كل شيء، بس ننتظر احنا الشيء ينزل بس، وما عليكم انتم في الباقي. السلسلة الثانية سلسلة يوغيو، راح أوريكم إن شاء الله في المقاطع الجاية، وش ممكن أسوي، وش ممكن أفعل. في بعد المصارعة راح يكون يعني فيه لها طقطقة أو كم لايف كذا منها. على العموم إن شاء الله يكون من ربنا، ما طولت عليكم في المقطع. لايككم تفضلوا، سبسكرايب، هذا اعتبروها رجعة، واعذروني على الحماس اللي في المقطع ذا، لكن المقاطع الجاية إن شاء الله راح تعدل فيه شيء. لايككم تفضلوا، سبسكرايب، نشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.